طبعا حاول تتزوج. أمثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رئيس الجامعة المصرية الأستاذ الدكتور حميد فاضل الأكاديمي المحترم. أمثل معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ أحمد الموسى المدير عام التنمية البشرية المحترم. الناظر باسم وزارة الشباب والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب المحترم. السيد البدنيه وعلوم الرياضه المحترم السيد عامر كليه العلوم المحترم الساده المعارضون والساده الكرام والساتذه من كليه الاداره البدنيه وعلوم الرياضه المحترم الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على هذه والدتي تحيي كليه الاداب والتربيه البدنيه وعلوم الرياضه برعاية كريمة من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف مباشر للسيد رئيس الجامعة السويسرية المؤتمر الدولي الإلكتروني الأول تحت عنوان الإعلام والصناعة الاقتصاد الرياضي لليومين 29 و30 من شهر حزيران في العام 2021 بعد الألفية الثالثة، وهي فرصة لا شك للتلاقح العلمي وتعاون فواعلنا بين أطفال الجامعة بين فيزياء الجامعة بين الكليتين لا يلتقيان في العادة ولكنهما التقيا على ساحة المستنصرية. ولا يفوتنا أيضا الترحيب ولا يرحب بالجدال السيد مساعد رئيس الجامعة الشيخ الإداري المحترم السيد عميد كلية الهندسة المحترم في دارنا ومن ثالث مجالس الكبير إن شاء الله تعالى. أول الكلام وإسماء كلام الباري عز وجل إجابة معذرة من أي فكر حكيم يطلب علينا الطارق محمد ناصر من قسم اللغة العربية في الآداب المصرية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
نستثمر انفسهم محلفين في سماء وحدتنا الوطنيه ننصت للنشيد الوطني العراقي. يظن العراق عزيزا لجانبي، عزيزا
بكرمه عزيزا بتاريخه العظيم عنده موطن اغلى وفيه زهره هذا الموطن في الجامعه المصريه وفيه كليه الاداب. نستمع الى نشيد كليه الاداب. والتكييف في جانبين مهمين وهما جانب
الإعلام وأحكام الاقتصاد وتكيين لا رياضة ولا ممارسة رياضية اليوم، كنا أن يكون هناك فراعات لهذين الجانبين، قد أكون معنيين بالرياضة والسياسة في آن واحد. ودليل على أهمية هذا المؤتمر وموضوعاته، نعلم تماما ما حصل من أزمة سياسية بين الدول الخليجية وما حصل من تداعيات على حقوق النقد التلفزيوني لبي ان سبورت، ويعني ما حصل من حرب اقتصادية لطابع سياسي دخلت في مجال الإعلام وتحديدا الإعلام الرياضي. دليل أكيد ومهم على أن الاقتصاد والإعلام هما ركنان أساسيان من العلاقات بين الدول، ومن ناحية الصراع والتعاون اليوم نعيش مدام المؤتمر الرياضي حسب يعني مثال نعيش أجواء يعني بطولة أمم أوروبا، ونعلم تماما بأن هناك حسابات الربح والخسارة تتعلق بكل مرحلة يصل إليها منتخب أو قبل ذلك في يعني البطولات الكبرى يعني البطولات الأندية كبطولة الأندية أوروبا في الأبطال والاتحاد الأوروبي. نعلم تماما بأن خسارة الفريق في مرحلة مبكرة تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة من ناحية الرعاية والإعلان والدعاية وغيرها من الأمور، ويمكن كنا شاهدنا الحرب التجارية اللي حصلت عندما ربما أحد اللاعبين المشهورين وهو كريستيانو رونالدو أبعد يعني رعاية شركة كوكا كولا للبطولة، فالأمر لا يتعلق بمباراة رياضية ولا يتعلق ربما ببطولة تنظمها دولة ما، وإنما يتعلق بالاقتصاد، وهذا الاقتصاد له علاقة كبيرة بالرياضة وما يرتبط بها. بالتالي من هذه الأمثلة أريد أن أقول بأن الإعلام والاقتصاد بالتأكيد هي من الأوراق المهمة في سياسة أي دولة. صحيح هي أنشطة تبدو للعالم على أنها أنشطة إنسانية، أنشطة تدخل من باب العلاقات بين الحكومة، ولكنها بالتأكيد لها صفات ولها خصائص سياسية واقتصادية بامتياز. فالموضوع في تقديري قد يكون الأول بنوع الذي يزاوج أو يجمع بين الرياضة والإعلام الرياضي وبين الاقتصاد الرياضي وما يتعلق بمكانة الدول وأهميتها، ولذلك أحيي اللجنة العلمية على جهودها فيما يتعلق بالبحوث الخاصة بهذا المؤتمر. وأنا شاهدت جهود كبيرة في نسخ مطبوعة ثلاثة أجزاء، وبالتالي جهد كبير بذل من قبل اللجنة العلمية، فلهم كل الشكر والتقدير والامتنان، وأيضا للجهود التحضيرية اللي تولت عملية التحضير والتهيئة لهذا المؤتمر. لا شك من جملتهم أيضا العناصر الفنية التي ستكون مسؤولة عن نشر وإقامة جلسات هذا المؤتمر بصيغة إلكترونية، فلهم كل الشكر والتقدير. طالما المؤتمر معنى بالإعلام وتحية احترام وتقدير ومحبة في العاملين في مجال الإعلام، سواء مجال الإعلام الرياضي أو مجال الإعلام بالنطاق الواسع الشامل، مما يكون رسالة كبيرة. وبالتالي المؤتمر اليوم له خصوصية بأنه يتعلق بهؤلاء، وتحديدا أولئك الذين يشتغلون في الرياضة وجوانبها. لا أنسى الشكر لسيدين عميد كلية الآداب وعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة على جهودهم خلال الفترة للإعداد والتحضير والتهيئة لعقد هذا المؤتمر. آخر ما أقول أتمنى بأن هذه المؤتمرات تقدم التوصيات تصل إلى صناع القرار في مجال اليوم موجود السيد أحمد الموسوي، موجود الدكتور موفق عبد الوهاب، وبالتأكيد
بالإضافة إلى جوانبه أو عمله الإداري هو من الشخصيات الإعلامية الرائدة والتي لها دور كبير في الحركة الرياضية. وجههم التحية والسلام ونتمنى أيضا عن توصيات هذا الوقت تلقى استجابة خصوصا لمعالي وزير الشباب والرياضة ولنا اتصال مستمر معه معني ومتواصل ويهتم كثيرا بهذه الجوانب. وتحية له ولوزارة الشباب والرياضة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. متصلا على نحو الدفتر سواعد فيزيائيه تحمي التراب وتحيي في معاتبه الكتاب وتزرعه وتبني كل مسجد بين الغموض لابد الشباب. كلمه معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ احمد الموسوي مدير عام دائره التربيه البدنيه. الرياضي والإعلام هناك علاقة وثيقة
أيضا ما يتعلق بالاقتصاد الرياضي، هناك تهديد وصل إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من قبل اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا في عدم إقامة المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في حال استمر الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية في السماح بدخول نسبة معينة من الجماهير، وفرضت عليهم أنه تكون نسبة الدخول تصل إلى 60,000 متفرج، وإلى ينقل النهائي إلى بيعة بورتو وبورتو معي. إذن هذه كلها عمليات صعبة في الاقتصاد الرياضي، وتسليط الضوء إلى الجانب الرياضي على هذه الفعاليات الرياضية تنصب جدا في إبرازها. وبصراحة ما أراه من نشاط كبير جدا للجامعة المستوصلية وكلياتها في إقامة المؤتمرات العلمية وسبقها هذه الشخصيات والقامات الرياضية العلمية المحترمة أن أقامت بالتنسيق مع الجمعية العلمية مع المؤسسات الرياضية الأخرى أكثر من مؤتمر رياضي وعلمي، ونجحت في ذلك والتوصيات كتب بها، وبالتالي نأمل أن تكون توصيات التي تخرج من هذه المؤتمر توصيات رصينة ترتقي من هذا المستوى ومستوى الإحداث اللي أشاهده ومستوى الحضور اللي بصراحة حضور علمي مميز. وفي آخر كلامي طبعا أحيي كليتي الآداب وكلية التربية البشرية وعلوم الرياضة على هذا المؤتمر، وإن شاء الله يا رب نتوقف في الآخر في توصيات المستمر. وشكر وتقدير للجامعة المستنصرية وللأسف الجامعة المستنصرية اللي أذكر الدكتور حميد الرياضي بفضل الله يفتح علمي صراحة. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الجامعة المبارك أتبسم الشكر الجزيل لسيد الممثل العالي وزير الشباب والرياضة أتم، وأتشكر من كلية التربية البدنية وعلم الرياضة باسم المصرية التواصل مع فريق الوزارة، أمرين أن نكمل العلاقة ونستكون في اتجاه المكمل إن شاء الله تعالى. بالعادة لن تجد الإنسان بالرئاسة إلا في هذا النشاط الذي توزع الرئاسة على عمدين، وتوزع الأنجاز على عمليتين يعني عمليتين مواد الأداب والتربية البدنية وعلم الرياضة. إذا لم يتقدم أحد بمواد الأداب أو يعني أن يجب أن نتقدم لمنارة المستنصرية في تلك الرقم الأولى كلية الأداب، معلنا عهد الوفاء لنفسك ما سطرت من فكرتك وكتابك وضوءك في الجامعات، فهي خطو يضم خلاصة الأفكار تضيفت لها العقول ثقافة من كل فج في العلوم وباب سما إشرافها يشتاق سائلها للخير جواب. كلمة رئيس المؤتمر سيد عميد كلية الأداب أستاذ الدكتور عبد الله بدر الفزوجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الكريمين. وبعد، سيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم، السيد الممثل وزير الشباب والرياضة المحترم، سيد مساعد رئيس الجامعة المستنصرية للشؤون الإدارية المحترم، السادة الأعضاء المحترمون، الحضور الكريم مع القاضي والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، لا شك أننا عندما نتحدث عن الإعلام الرياضي فإننا نرجع إلى عتبة مهمة من عتبات الوعي الجماهيري، ونرى مدى أثره في الوعي المجتمعي، ولا سيما إذا ما علمنا ما لهما من قدرة في شكلان مهيمنا فاعلا
في إطلاع الدرك على الأتاني نحو سلوك معين. ومن هنا فإن المشكلات والمعوقات التي تحدث في مجال الإعلام الرياضي هي مشكلات مهمة وصادرة على التأثير حتى في جوانب مهمة أخرى في المجتمع، سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم غيرها. ومن هنا واستشعارا بمجسات ضرورة البحث عن مدارك السبل العلمية وعن استكناه المعرفة من أجل وضع المعالجة الصحيحة لهذه المعوقات والمشكلات الحقيقية ومعرفة خبايا أسباب حدوثها وتقديم الحلول الناجعة بالرؤية البحثية التي تستند إلى الدراسات الميدانية التي تعتمد البيانات والاستطلاعات بوصفها من أفضل الطرق العلمية للوصول إلى فكرة الاشتغال عليها، وعندئذ تقدم الحلول لها فتتحصل النتائج المرضية. من هذه الأهمية الكبيرة لهذه العتبة المعرفية الإعلام الرياضي عقدت كلية الآداب العسل وكلية التربية البدنية إلى الإعداد وإقامة المؤتمر الدولي الأول الموسوم الإعلام وصناعة الاقتصاد الرياضي. يهدف المؤتمر إلى تفعيل أثر الإعلام الرياضي في صناعة الاقتصاد تفعيلاً عاماً والاقتصاد الرياضي خصوصاً، فضلاً عن تقديم رؤية استشرافية في واقع الاقتصاد الرياضي وبناء الرؤى المشتركة بين الأكاديميين والمختصين من الإعلام الرياضي وكيفية توظيف التقنيات الحديثة في دعم الإنجاز الرياضي وإسناده. وجاء المؤتمر في محورين: محور اختص بالأداء الوظيفي والمهني في الإعلام الرياضي العراقي، وكان منطقة اشتغال البحثي والعلمي لأساتذة كلية الآداب قسم الإعلام، وتناول الوظيفة الثقافية والترفيهية للإعلام الرياضي في العراق، وتناول كذلك النقد الرياضي وقواعد الرقابة الإعلامية، فضلاً عن التطرق إلى القيم والمعايير المهنية للعاملين في الإعلام الرياضي. وجرى التطرق إلى أثر الجمهور والإعلام الرياضي ودراسة الإعلام الرقمي والتغطية الإعلامية من دون جمهور. وأخيراً دراسة أثر المؤسسات الأكاديمية والمهنية في الارتقاء بالإعلام الرياضي. وجاء المحور الثاني من محاور المؤتمر في الإدارة الاستراتيجية وصناعة الاقتصاد الرياضي، إذ يتطرق إليه الأخ الأستاذ الدكتور أحمد وليد عميد كلية التربية البدنية الموظف. وكانت هناك مشاركة دولية واسعة في أعمال المؤتمر وفي لجانه الاستشارية، وجرى نشر البحوث في المجلات العلمية المعتمدة. وختاما أتوجه بالشكر والعرفان إلى راعي العلم والمعرفة السيد رئيس الجامعة المستنصرية المؤقت، وإلى الأخ الدكتور أحمد وليد المحترم، وإلى جميع من أسهم وحضر وشارك وبذل جهدا في سبيل إنجاح هذا المؤتمر، ولا سيما أولئك الذين يعملون بالصمت. شكري ومحبتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي جامعة المبارك أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس المؤتمر السيد عميد كلية الآداب في هذا الصيف الله. لا شك ترتفع درجات الحرارة، ولكن بروده هذا الانجاز بروده الفن انما تطالب هذا الانجاز في الانتعاش نحفظ الانتعاش. احياء علوم الرياضه والتربيه البدنيه، احياء علوم الرياضه والتربيه البدنيه،
علم وجسم يمشيكم ترعاهما برويه رجوع لا تضاهى حكيمة وفكيمة قطع لها العلم أصلا والأم مستنصرية. مع كلمة رئيس المؤتمر السيد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الأستاذ الدكتور أحمد المنذر. تحية عطرة لأحد الباحثين المميزين
المشاركين في بحث في هذا المؤتمر. تقدم دعوة الصادقة بالرحمة والمغفرة إلى الحاضر الغائب، إلى طيب الخط، إلى طيب القدر والفق والمحشر، إلى المتوحد عنوان عنوانا وخصولة وكرامة، إلى الروح في عليائها، إلى روح الأخ والسيد العزيز واحد الأساتذة والرياضيين الذي يفتح به العراق بلدنا العراق مجال أحسن حقيقة وكليتنا العزيزة الأستاذ المساعد الدكتور ماجد نعيم حسين بطل العرب والعراق بالملازمة الذي وافاه الأجر في الأمس القريب بسبب مضاعفات وعنوانه رحمه الله برحمته الواسعة ومصدره التسجيل الجلال. في الختام أجدد شكري وامتناني إلى السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الأمير فاضل كمية البحر على دعمه الكبير ومساندته لنا، وتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ العزيز الغالي أمير كلية الآداب الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم وكادره المميز على جهوده الكبيرة لإنجاح مؤتمرنا والظهور بأفضل صور، كما أتحدث وافر الشكر إلى السيدين مقرري المؤتمر وإلى اللجنتين العلمية والتحليلية وكافة اللجان الساندة، وأحس منهم زملائي الذين اجتهدوا طوال الأشهر الثلاثة الماضية والعاملة في الكواليس أيضا للجان التقنية التي حفظت حظوظها خلال هذه الجائحة. جزيل الشكر للباحثين والمحاضرين المشاركين في المؤتمر من خارج العراق وداخله على مشاركتهم الفاعلة التي ستثري بإذن الله طلب العلم بالمعلومات النوعية القيمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم من الوزير والشكر الجزيل لرئيس المؤتمر السيد عميد كلية التربية والتعليم والعلوم الشرعية، وترحيبا بكم ضيوفا الاعصام، والحق لنا السيد عميد كلية القانون الدكتور مالك بن زين وغيره من شرفنا، ولا شك ان حضور الجميع يمثل طاقة نوعية هذا الكرنفال مع السيد عميد التقنية وعروض القرية. لكن الشكر المحوري لا شك للباحثين الذين توجوا على المؤتمر. الشكر كثير ونشهدها مساحات التواصل الالكتروني في اعمال هذا المؤتمر، ولا سيما من الباحثين في التربية البدنية وعلم الرياضة وقسم الإعلام في كلية الآداب الذي كان مركز الحساب في الجهد العلمي، وتحية كذلك للقائمين على إنجاح أعمال المؤتمر من أجل الفريق المجاهر في كلية الآداب ومن يسانده في كلية التربية البدنية وعلم الرياضة. الكلام مع كلمة المشاركين في أعمال هذا المؤتمر، وأقدمه بقول خدم الرياضة والأدب، وبقول في سحر المؤتمر أعطى دليل مضاعفا أن الجلالة للعالم. كلمة الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر بتفضل حفاظها الأستاذ الدكتور فيصل حميد المولى البحرين الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات وسادة الحضور، أعيدكم بتحية السلام. السلام عليكم. إنه من متواضع الشرف أن نشهد معكم اليوم كتاب هذا المحتوى الذي يستمر التحكيم والتطور والتحكيم والإعلام وصناعة الأقتصاد. كلمة المشاركين أصالت عن نفسي ونيابة الأولادات والأولادات المشاركين في ساعتها بتقنية ومنزلت من تصنيع الآداب لتتكلم من رأي المحيات الثانية التي تطلق الضوء على كثير من القضايا ذات الحمية والذات الرياضية على الكل وفي المنطقة العالية الإعلام وصناعة الاقتصاد الرياضي. في خلال
والدرع الإشراف الدكتور أحمد بريد
معالي وزير الشباب والرياضه الاستاذ احمد الموسوي رئيس الجامعه المستنصريه ومثل معالي الوزير بتقديم دي مدير اعلام وزاره الشباب والرياضه المؤتمر السيد عامل في القانون شكراً لسيد رئيس الجامعة المستنصرية لكم مشكورة لأن أنا ترعى وقتي مع السيد دعي المؤتمر من الدكتور عواطف حسان معاون عميد كلية الأدب الموجود في تنظيم هذا المؤتمر لمن أسهم في الجهد العلمي أيضاً من الأستاذ الدكتور عباس رافع جابر في السلسلة العلمية السيد معاون الحميد الدكتور علي السلام
لا شك أن يقع على المحافظات التي حققت من الشرطة المدينة الحضر السلام عليكم سمعني سمعك واضح يبني يا دكتور Thank you.